جابر بن حيان هو أول من علم الكيمياء للعالم، فهو أبو الكيمياء. جابر بن حيان الأزدي أبو الكيمياء تعلم الطب والصيدلة من والده الذي قتله الأمويون لدعوته للعباسيين. بعد الإطاحة بالأمويين استقر جابر وعائلته في الكوفة، التحق بحلقات الإمام جعفر الصادق وأخذ عنه الفقه واللغة والفيزياء والكيمياء والرياضيات، تعمق في دراسة علوم الكيمياء وأصبح مقرباً من هارون الرشيد ووزيره يحيى البرمكي. ألم ابن حيان بعلوم الدين والدنيا، لكنه أحب الكيمياء وانكب على تطبيق التجارب، فكان أول من استعمل المنهج التجريبي القائم على البحث والاستقراء والتجربة. كان يقول لتلامذته: دراسة العلوم الطبيعية أساسها التجربة، وأول واجب أن تعمل وتجري التجارب، لأن من لا يعمل ولا يجري التجارب لا يصل إلى أدنى مراتب الإتقان. بالتجربة كمال العلم. وضع ابن حيان أسس الكيمياء الحديثة وكان رائداً في هذا العلم، فحاز لقب أبي الكيمياء. هو أول من استخرج حمض الكبريتيك وسماه زيت الزاج، وأول من استخلص ماء الذهب، وأول من اكتشف الصودا الكاوية. اخترع جابر بن حيان جهاز التقطير وطور الصلب ودباغة الجلود، وصبغ القماش المقاوم للماء، وصنع الزجاج باستخدام ثاني أكسيد المنغنيز. له عشرات الكتب والرسائل في مختلف العلوم، أشهرها تلك المخصصة في الكيمياء، مثل كتاب السموم ودفع مضارها. كان جابر نابغة زمانه، دحض نظريات الكيمياء اليونانية السائدة والخاطئة، وقدم إضافات جوهرية في علوم الكيمياء، ومهد لاختراع القنبلة الذرية، وكان أول من أشار إلى قوة الربط الذرية التي كانت الأساس لعملية تفجير طاقة الذرة. في قلب كل ذرة قوة لو أمكن تحريرها لأحرقت بغداد. إن أصغر جزء من المادة، وهو الجزء الذي لا يتجزأ، الذرة، يحتوي على طاقة كثيفة، وليس من الصحيح أنه لا يتجزأ مثلما ادعى علماء اليونان القدامى، بل يمكن أن يتجزأ. الطاقة التي تنطلق من عملية التجزؤ هذه يمكن أن تقلب مدينة بغداد عاليها سافلها، وهذه علامة من علامات قدرة الله تعالى. ترجمت مؤلفات جابر بن حيان إلى لغات عديدة، خصوصاً اللاتينية، وذيلت باسم جابر، وما يزال علماء الغرب يعترفون بفضله إلى يومنا هذا. يمكن إرجاع تطور الكيمياء في أوروبا إلى جابر بن حيان بصورة مباشرة، وأكبر دليل على ذلك أن كثيراً من المصطلحات التي ابتكرها ما تزال مستعملة في مختلف اللغات الأوروبية. إن لجابر في الكيمياء ما لأرسطو في المنطق، وكانت كتبه في القرن الرابع عشر من أهم مصادر الدراسات الكيميائية وأكثرها أثراً في قيادة الفكر العلمي في الشرق والغرب.